السفر والسياحة فهما معلمتين أساسيتين وما يمكنناش نستغنيو عليهم. علاش؟ لأن الأهمية ديالهم بحال الغذاء والهواء. كذلك كي تعتبروا من الأبواب المهمة وخاصة فكان إذا مشينا الجانب الثقافي فبطبيعة الحال كما قلت كي تعتبروا من أهم الأبواب في الثقافة ديال الإنسان وبالأخص الإنسان العصري وديال هذا الوقت. بالنسبة للوجهات المفضلة وحنا بطبيعة الحال كنعيشوا أجواء فصل الصيف فكاينة وجهات كثيرة بالأخص في ربوع المملكة. كاين منكم اللي غادي يفضل مثلا الوجهات اللي جات على السواحل؟ لأن كاين الساحل المتوسطي وكاين الساحل ديال المحيط الأطلسي ولا المحيط الأطلنطي. غادي نقترح عليكم أربعة ولا خمسة ولا ستة ديال الوجهات وغادي نقدروا إن شاء الله نبداو بالوجهات اللي جاو على السواحل المغربية. الوجهة الأولى اللي غادي إن شاء الله نقدروا نبداو بها وهذه القليل اللي تعرفها، لأن كاين وجهات جاو على السواحل المغربية ولكن ما معروفينش. نقدروا نبداو بواحد الوجهه اللي كاينه في شمال المملكه وفي ما بين سلسله جبال الريف. كاين واحد الخط اللي هو نقدروا نبداو بطبيعه الحال من مدينه طنجه، غادي نمشيو فيه حتى البليونش. هاد الوجهه فيها تقريبا 45 كيلومتر من الشواطئ الجميله والمناظر الخلابه، لان منطقه او لا هذا الخط الساحلي كيجمع ما بين الجبل والبحر. كنقدروا نبداو هذه الوجهه الساحليه على البحر الابيض المتوسط، نقدروا نبداو من طنجه، من مدينه طنجه، لان بطبيعه الحال مدينه طنجه كاين واحد الشاطئ اللي هو جميل ديال طنجه، من بعد منه كاين شاطئ اللي كيتسمى بلايا بلانكا، كذلك شاطئ جميل ونظيف، ولكن كنقطعوا واحد اربعه ولا سبعه ديال الكيلومترات كنلقاو شاطئ سيدي قنقوش. هذا الشاطئ كذلك كيتميز واخا هو شاطئ صخري ولكن شاطئ مهم من ضمن هذه الشواطئ اللي غادي نمشيو فيها. من بعد الشاطئ ديال سيدي قنقوش كندخلوا لواحد الشاطئ اللي هو كيتسمى واد عليان، هذا كذلك شاطئ جميل، ولكن ما يميز هذا الشاطئ انه كنقولوا خاوي لان الفضاءات ديالو خاوي، يعني اللي بغى يستحم اكثر ويشوف المناظر الخلابه ويستمتع اكثر بالشمس. كاين كذلك من غير هذا الشاطئ ديال القصر الصغير كاين شاطئ اخر، ولكن من بعد كنتجاوزوا الميناء المتوسطي كاين شاطئ الدالية، شاطئ جميل كيتميز كذلك بالمناظر الخلابة وخاصة على الضفة اليسرى منه. ولكن غير بعيد عن هذا الشاطئ الدالية غادي ندخلوا للشاطئ ديال بليونش، وهنا هذا صراحة كيتعتبر هذا الشاطئ ديال بليونش من أجمل الشواطئ ومن أجمل المناطق اللي كاينه على الصف الساحلي، منطقة اللي معروفة تاريخيا بالصمود ديالها. لأن علاش؟ لأن ملي تحتلت سبتة هاد المنطقة ديال بليونش كانت صمدات أكثر وأكثر، وما بطبيعة الحال ما قدروش الإسبان يحتلوها، ولكن بطبيعة الحال احتلوا إسبانيا في 1471. ولكن ما يميز هذه المنطقة كذلك أنها عندها واحد الإطلالة على جبل موسى. هذا الخط الساحلي كله كما قلت شواطئ جميلة ومناظر خلابة، ولكن ما ننساوش أن المصطفى الكريم أو الزائر الكريم اللي غادي يمشي يشوف هذا الخط الساحلي ما ينساش أن هذه المناطق كلها اللي كاينة في المجال الترابي ديال إقليم طنجة والفحص أنجرة، فما ننساوش كذلك فواكه البحر. الواحد يستمتع بالشمس بالغروب وشروق الشمس، ولكن ولا بد ما يتناول، لان هذه المنطقه معروفه بفواكه البحر. ولكن كاينه حاجه اخرى هذه اللي ربما كتغيب على بزاف ديال المشاهدين، وهي كاين هنا الجبل، لان كنلقاو الجبن في واد عليان، وبطبيعه الحال كنلقاو البصل، كنلقاو بعض المنتوجات الفلاحيه. اذا هذا الخط الساحلي كما قلت فيه 40 كيلومتر من طنجه حتى المنطقه ديال بليونش. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.